يا اهلا وسهلا بيكو. النهارده هعمل لكم وصفه سهله سريعه جدا مع مكرونه الملكه، وهي المكرونه بالوايت صوص والمشروم. ايه رايكم؟ حاجه كده تحفه جدا. المشروم طبعا دلوقتي موجود كتير، معلبات او طازه اللي انتوا عايزينه. انا جايبه بصراحه علبه، بس لو عايزينه طازه موجود. انا هحط شويه زيت. وصفه سريعه جميله دي تنفع مدرسه بقى، في السريع السريع راجع من المدرسه. الاولاد جعانين، عايزه اعمل اي حاجه سريعه. بص، حط البصله صغننه بالشكل ده اهي، شوحت تشويحه صغيره. عليها المشروم الكميه اللي انا عايزاها، سواء طازه او معلبات. وبهاراتي هنا ملح وفلفل، مفيش اكتر من كده. لو هي نيه تاكدي ان هي تكون استوت، استني عليها شويه كده ما تغير لونها. لو هي معلبه مش مشكله خالص. تمام، احط لها بقى شويه ذره كمان كده، ذره صفراء اللي هي برده معلبات. في العلب كده يعني موجوده، دي تبقى مسلوقه طبعا كده. خلاص اهي كده خلاص. اجي بقى اخش عشان اعمل وايت صوص. هحط معلقه من الدقيق، احمره كده معاهم هنا. لونيني لونيني كده كوبايه لبن. سكيني سنه، معلش لموا نفسكم معلش لازم الواحد ينسى حاجه. عادي جدا. ادي كده ايه اهو، اتاكد ان الدقيق استوى، ريحته طلعت. هو على طول السخونيه دي بيستوي. اروح حاطه كوبايه من اللبن اهو. وانا طبعا سلقه مكرونه الملكه اللي هي الاسباجيتي. طبعا حابه اي نوع تاني ممكن تحطي سوستة، ممكن تحطي ايه تاني، قلم، زي ما انت عايزه. ملح وفلفل بعد اذنك. انا ما اعرفش انت اخدت معاكي ايه صراحه. تخميني فين الملح؟ جالي فلفل بس. في ملح. اه ماشي، ممكن تشوفيها. ادي كده، هاتي حبه لبن كمان، حبه لبن كمان عشان كده تقيل قوي. شكرا. اهو ايد على ايد بتساعد. تمام، واروح بقى ايه منزله المكرونه الاسباجيتي المسلوقه اهي. انا سالقه طبعا كميه انت تحبيها. انا سالقه شويه مكرونه كده اسباجيتي بالوايم، والله مش عارفه كام بالظبط. انا استعملت حتى اللي هي الكيلو، فيها حجم الكيلو توفير حلو قوي. بس اسخن بقى المكرونه على كده وخلاص، خلصت الوصفه. الف هنا وشفا.